هلا وهلا، شلونكم؟ اشتقت لكم كوما كوما كوما. اعذروني غايبة عن هالقناة لأن عندي شغل ومدى الحق صراحة، بس أحاول أسوي فيديوهات لهاي القناة. اليوم الفيديو كلش قصير راح يكون، وبسيط وحلو، وفيديو كلش حلو وقصير. يعني اللي هو فيديو مشتريات، اشتريت بعض الأشياء ده أحب أشاركها وياكم، وتكتبوا لي رأيكم. شو رأيكم، حلوة ما حلوة، عجبتكم أو لا؟ وكتبوا لي سلسلة جديدة من فيديوهات هيك غريبة ومجنونة. ما أريد تقولوا لي ضحى مثلا سوي لنا فلوجات أو هالأشياء، يعني أسويها أكيد مستقبلا مو حاليا، دائما فكرة بيها هواي، لأن بعدني ما جايتني إنه القوة إنه أزم كاميرا بالشارع وأمشي صراحة، لأن كلي باوع وما أقدر أتكلم. جربت أكثر مرة أسوي هذا الشيء، والبارحة هو أصلا من السواقت حاولت أصور وبس أحكي عربي أو أحكي وياكم، الكل دايركت يعني باوع، والكاميرا ممنوعة بالمولات أكثر الأحيان، يعني ممنوع تاخذون كاميرا وتصورون براحتكم. استخدمت التليفون، فهواية أشياء يعني ما أعرف، ما مقدر راحتي برا صراحة. فطوني أفكار هيك مجنونة، مثلا فيديوهات رياكشن على أشياء أو أشباه الأربعين، دزولي على الإنستغرام. يعني كلش طلبتوا مني هذا الفيديو، بس دزولي على إنستغرام أشباه الأربعين، ناس بتشبهني حتى أسوي فيديو عليه، طلع البنت اللي كتبت لي أو دزت لي الصورة ونسوي الفيديو عليه، أو فيديوهات رياكشن كتبوا لي. ببالي فيديو كلش حلو وهيك مجنون شوي، وفيديو لا شوية يعني أتكلم وياكم بغير أشياء، بس أريد بعد أشياء مجنونة. المهم خلوني أشوفكم الأشياء اللي اشتريتها وكتبوا لي شنو رأيكم بها. أول شي راح أشوفكم اشتريت بلوز، تخيلوا يا لون، يلا ما أشوفكم يلا، عندكم 1 2 3 برتقالي، أكيد عرفتوا يعني أموت على هذا اللون صراحة. قبل ما جيت أحب هاي الألوان، يعجبني كل ألوان غامقة ألبس أكثر شيء، يعني هسه بعدني أحب الأسود، بس قبل لا جيت كلها جوزي رصاصي، يعني ألوان مو مال عمري، مال عمر أكبر، أو ما أعرف، أنا أحس الألوان مالها عمر، يعني أنا حتى لو صار عمري 100 بعد ألبس ألوان، لأن أي شيء يعجبكم أي شيء تحبوه أنتوا لبسوه، مالكم دخل بلأنه كبرتوا هذا اللي سووه هذا لا، أي شيء أنتوا تحبوه سووا، أي شيء تعجبكم تلبسوه البسوه، تمام. المهم البلوزة تكون هذا شكلها، مكتوب عليها feeling perfect، تمام. بس الشغل وين راح تنصدمون، يمكن يشوفون شكلها انه عادي شكلها او يعني كلش طبيعية، بس الشغل بها بالخلف يعني اللي ورا، تشوفون الشكل شلون حلو. كلش عجبتني الالوان، عجبني البنت، عجبتني الالوان المدموجه، عجبني هالموسيقى، انا كلش احبها مال نوتة، كلش حبيت فصراحه، كلش حبيت اني هذا اللون، كلش احبه، كلش احب اللون البرتقالي. يمكن هدوم شتوي كلها اشتري برتقالي. اشتريت بس هاي البلوزه لان حسيت كل الموديلات يعني تقليديه، واحب اشتري اشياء يعني شويه غريبه، فبس هذا البلوزة حبيته فاشتريته. شنو رأيكم بيه كتبوا لي بالتعليقات. قبل البلوزة شفتوا الفيديو اللي سويته مال الأكل، شفتوا الطبق وقلة الطبق بالعالم، يعني والله لي هسه هيك أحلم بيه وأريد أجربه، يعني بعد أريد أسويه، بس أقول لا ضحى خافت من لين من طعمه وبعد بتستمتعين بيه. المهم خليني أخلصكم مشترياتي. الشيء الثاني اشتريته هو حذاء. أنا صراحة كلش أحب أمشي هواية، ألعب رياضة كلش هواية، فأحتاج إنه يكون عندي حذاء رياضي. فحبيت هالمرة إنه الحذاء أغير الستايل مالتي، لأن دائما أشتري أشياء تقليدية. إذا تلاحظون يجوز أي شخص يظل يمكن منا الفترة كلش طويلة تشترون أشياء نفس الشيء وتملون من عده. فالمرة حبيت أشتري يعني حذاء ضخم رياضي ويكون عالي، لان حيجي مطر راح يجي ثلج، عمود يعني يساعدني بالرياضه وهالاشياء. فخشوفكم شكله، وشي غثه ابيض، لان ابيض بسهوله اقدر انظفه، استعمل يعني منظف كلش قوي ينظفه فما يتاثر. شيء ثاني، شيء اول حب شيء ثاني عفوا، حبيته لان ضخم، تشوفون شلون ضخم وستايله غريب شوي يعني عني، اللي انا البسهم دائما كلش يعني بسيطين ومو عاليين، فحبيت هالمرة أغير، حبيت بيه الألوان، حسيت يشبه البلوز، بأصفر بوردي برصاصي، هاي الشغلات كلها. فراح أفاجئكم بال يعني الحذاء الثاني اللي هو مالته التكملة، حتشوفون لونه هذا الرباط
او الشريط ما اعرف شنو انتو تسموه، برتقالي صراحة. هذا موية انا اشتريته واحد، خليني اشوفكم. هنا يبيعون يعني اشرطة واحد عن الاحذية، انا كل شيء عجبني البس لون ولون، فحبيت ادمج اللون البرتقالي بلون البلوز اللي اشتريته بحيث يصير الوانه كلش حلوة وغريبة. وهنا حطيت هذا مال ابيض يعني شلته منه، حطيت بدال البرتقالي. تحبون وردي سمائي اي لون انت يعجبكم، تحسون شيء غريب انت تمشون تحسون اكو فد اختلاف، يعني اذا تشوفون هسه اختلاف شلون غريب يعني غير عن الكل. فانا كلش عجبني اشتري البرتقالي وطلع سيت ويا البلوز، ومن لبسته طلع كلش حلو. قريب نصور فيديو حتشوفوني بيه وتشوفون شلون يطلع كلش حلو شكله. وبس كلش حبيت، كتبوا لي شو رايكم بيه، انا كلش حابه هاي النجوم وحابه الالوان كلهم، وضخامتها عجبتني. قلت لكم هاي بيعوها هنا باي مكان تقدرون تلقوها، كلش حلوه كلش عمليه، ويعجبكم تغيرون او اللون ما عجبكم احتمال، فتقدرون بكل سهوله تدمجون الوان وياه. الشيء الثالث اللي اشتريته هو كتاب. صراحه صار لي هوايه يعني ادور انه اشتري كتب، لان انا كلش احب اقرا، ومن كتب العراق يعني مو نفس تفكير هسه اللي اني بي انه هيك مجنونه اريد اقرا كتب. كنت اقرا كتب على الانترنت لان هنا بصعوبه يعني تشترون كتب، مو موجوده بكل مكان. بس كان عندي كتاب اسمه قواعد السطوه، بس كلش الكتابه ناعمه وحسيتها اذت عيوني، فقررت انه اشتري كتاب اسمه الخيميائي من باولو كويلو. كلش عاجبني، بحقرت منه كوما اوفر يعني كوما مشيت بي، لان جد هيجي كلش عاجبني بس يوصل حتى اقراه. وحبيت الطباعه مالته همينه، بتشوفون الكلمات كلش حلوه واضحه ما تاذي العيون، فهذا الشيء كلش حبيته بيه. بس بقى انه احط اسوي فواصل، انا راح ارسمها، ومن ارسمها راح اشارككم بها على اليوتيوب. اريد فواصل هيجي غريبه وحلوه، عاجبني ارتب له فواصل. وبس اي كتاب راح اقراه او افهم شنو معناه واستفاد منه اكيد راح اشاركه وياكم، لا تضيعون حياتكم وانتم تقرون كتب، ضروري جدا. قراءة الكتب كلش مهمة، ينطي الانسان ثقافة عامة، لباقة بالكلام، يعني تكون شخصيتكم قوية، لان من تقعدون ويا انسان تتناقشون راح تعرفون تقولون الكلام الصحيح، راح تقول يا راح يعرف من طريقة كلامكم انه انت انسان مثقف دارس فاهم. فالاشياء كلش مهمة، دائما تقولون ضحى شلون نسوي شخصيتنا قوية، القراءة التعلم اي شيء نتعلمه اي شيء نشوفه راح يقوي عندنا الشخصية، راح تكون عندنا ثقة بنفسنا من نقعد نناقش بمكان او عمل او كلية او يعني جامعة مدرسة، راح تكون عندنا هيك يعني احنا اقوياء من نوقف قدام شخص ونتحدث. فحيل حابته، وهذا اول كتاب اني اشتريه. قبل كنت مشتريه كان عندي مذكرات احمد وطلال، اذا احد قاري، طفلين وكلش حالتهم كانت ضعيفه ويروحون بمغامره كلش طويله، صراحه ناسيته. وكنت قاري كتاب شكسبير، بس تركته كلهم بالعراق، كانت عندي عده كتب، بس هذا اول كتاب يعني اني مشتريته بتركيا، فكلش حابته. واذا قاري كتبوا لي شنو رايكم به، واني هم راح من اخلصه اقول لكم شنو رايي بي. واخر شيء قبل الاخير، اشتريت فرش كلش هوايه، اذا تشوفون اذا واضحه عندكم، لان اريد اسوي لكم لوكات مجنونه. صار لي هوايه ما مسوين ميك اب وما مسوين الوان، عاجبني اسوي اشياء كلش دقيقه، لان حقول لكم فد شيء، لو مهما عندكم كوما باليت واحسن نوعيه ما راح تطلع الرسمه كلش حلوه اذا ما عندكم فرشه ناعمه توصل لكل زاوية بالعيون، إن كان بالرسم فرش إن كان بالتلوين، يعني هسه حتى تلونون بألوان مائية لازم تعدكم فرشة كلش ناعمة حتى تحددون بها الرسمة، بدون هاي الفرشة الناعمة ما يتحدد الرسمة وما تطلع حلوة. فلهذا وصلت على هاي الفرش واليوم وصلتني، خل أشوفكم مجموعة منها. صراحة هاي تكون هيك دائرية، حسيت شكلها كلش غريب وكلش حبيتها، وما أعرف شنو نسوي صراحة، يعني ما اعرف شنو اسوي لانها اول مره اشوف هيك فرشه. هاي الفرشه حسيتها الكونتور بس شويه تكون يعني كثيفه، بس بالاستعمال استعملتها مره لا حسيتها حددت وكلش حلوه، يعني ما طشرت الكونتور او خلتها جوا الحد، فكلش حبيت. هاي البلاش
شكلها كلش حلو، والحلو بيها الفرشة ناعمة، يعني ما تحسوا من تحطوها على البشرة ما تحسوها خشنة. وهسه هاي الفرش المسطحة كلش كلش مفيدة. مثلا إذا تشوفون هاي، خل أشوفكم، شوفوا هاي كلش مسطحة بحيث ما تريدون تحددون. هسه تشوفون هاي مثلا هنا ما راح يطشر لكم الآي شادو على كل العيون. إذا كانت هاي الفرشة مثلا تستخدموها أكيد راح تطشر، تشوفون يعني راح تنزل الآي شادو، يعني ما راح تتحدد الحافة مال رموش، بس بهاي الفرش راح تتحدد كلش هواية. وشوفوا هاي تكون دائرية، وهذولي مسطحين كلش عجبتني صراحة، بعدني ما مجربتهم أني. أكثر شي حبيته اللي هو هاي مثل الآي لاينر، تحديد مال الآي لاينر فرشة كلش تعجبني، وبحيث أوصل الأشياء يعني قليلة بالعيون ما أقدر أوصلها بالفرشة العادية، فهذا الشيء كلش يفيد بالرسم. هاي الجهة الثانية بيها همينة مسطحة، وبقت هذولي هاي بيها سبونج، هاي بيها مسطحة بس شوية مايلة، وهاي دائرية، كلش حبيتهن صراحة، هم حبيت. هي مجموعة كلش ضخمة، وهاي هم نفس الشيء. واخر شيء عندي من ضمن المجموعه هاي الفرشه، اني اموت عليها مال يعني مال حواجب. تشوفون شلون تمشطها، صراحة اجرب لكم. كل شيء عجبني امشط الشعيرات، لان بالتمشيط يطلع فد شيء كلش حلو، يعني حتى لو ما عندكم مسكارة تقدرون تمشطون حواجبكم بكل سهوله. تشوفون شلون الشعرايات وقفت حبيتها صراحة. عاد تشوفون شلون تغيرت حواجبي وصارت أحلى. وآخر مشتريات والنهاية هاي الفرشة العجيبة. واو هاي الفرشة متت 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 عليها. إذا تشوفوها يكون بداخلها دائرة أو حفرة إحنا نسميها. هاي الحفرة تحطون بها، يعني سأشوفكم بس ما أقدر أستعمل. تجيبون الكريم أساس وتحطوه بنص هاي الحفرة، تمام؟ راح تحطوه هنا ورأسا توزعون على البشرة، يعني ما يحتاج تنقطون على وجهكم وبعدين تدمجوه، لا هو تحطوه هنا وهو تستخدموه لكل الوجه. صراحة شكلها كل جذبني، واستعمالها يعني يجنن. اللي شفت عالم يعني مستعمليها كلش هواية، بس أنا بعدني ما مستعملتها صراحة، فكلش حبيتها وعاجبني كلش أسوي لكم بها توتوريال. هذا الأسبوع أكيد 100% راح نسوي لك مجنون، بس كتبوا لي بالتعليقات شنو تريدون ميك اب، يعني شنو الألوان حتى أنا أحضر نفسي على هذا الشيء. إذا حبيتوا هالفرشة من ماركت مانجي، إذا واضحة عندكم، كلش حبيت هالماركة أني. وبس هاي كانت نهاية مشترياتنا، اتمنى استمتعتوا وياي بالفيديو. اذا تحبون هيك فيديوهات شنو اشتري، اشياء عني مثلا، كتبوا لي اذا تحبون هيك فيديوهات. لا تنسوا تحطوا لي لايك حتى اعرفوا الفيديو عجبكم او لا، وفعلوا الجرس اذا ما فعلوا، واشتركوا بالقناة. احبكم كوما كوما، اتمنى التقي وياكم فيديو جديد، وتكونون كلكم سعداء وزينين. وبس باي باي.